طيب هاي تجربة هلأ لحتى بس نشوف إذا الصوت والصورة طالعين تمام. طيب بس لنشوف إذا الصوت والصورة طالعين يا دكتور هيثم. هل الصوت والصورة طالعين بشكل واضح؟ مسموع الصوت دانا. الصورة واضحة؟ في صورة ولا بس صوت؟ يجوز أفضل بلا صورة يمكن. هل في صورة؟ بس لنتأكد. طيب نحن راح نبدأ بعد. طيب الصورة منيحة كمان دانا تقول، شكرا دانا. راح نبدأ خلال دقيقتين أو ثلاثة بالمحاضرة، وإذا في ناس عندها أسئلة من هلأ ممكن تبلش في طرح الأسئلة بالمحل ما الدكتور هيثم عم يكتب إنه كله تمام عند الشات بوكس. فراح نبلش هلأ خلال دقيقتين أو 3 دقائق. الموضوع اليوم هو موضوع الاكتئاب، depression، والجلسة راح تكون حوالي 10 دقائق، عفوا حوالي الساعة، ولكن راح أحكي أنا حوالي 15 ل 20 دقيقة، وبعدها ممكن أكمل حكي إذا ما في أسئلة. إذا في أسئلة نوقف ونأخذ الأسئلة. الفكرة هي مثل ما مكتوب بالإعلان إنه هي جلسة تفاعلية مع الناس. طبعاً صعب التفاعل بهالطريقة، بس هنحاول قدر الإمكان إنه نخلق فرصة ضمن هالظروف لأنه نحكي مع بعض. خلال دقيقة ممكن نبدأ. مساء الخير روزانا حاج محمود، شكرا لوجودك معنا وبقية الشباب والصبايا. طيب الساعة الآن 7 بتوقيت مانشستر. مساء الخير جميعا، وإن شاء الله بينعاد رمضان علينا بالسنوات القادمة بظروف أفضل وبشكل أحلى، وإن شاء الله ممكن نكون عم نلتقي شخصيا، يعني ما نضطر إنه نعمل هيك لقاءات أونلاين. على كل، أنا اسمي مصطفى الأشقر، هي تاني جلسة بنعملها عن التوعية فيما يتعلق بالصحة النفسية والتعافي النفسي، mental health and well-being. شكرا لحضور الجميع، شكرا لجمعية فكر وبناء أو Rethink Rebuild Society اللي هي مركز الجالية السورية في مانشستر لإتاحة الفرصة إلي بأنه أحكي شوي عن الصحة النفسية والتعافي النفسي والأمراض النفسية طبعا، اللي راح نبلش اليوم بالحكي بشكل خاص عن موضوع الاكتئاب أو الديبريشن اللي هو من أمراض المشاكل النفسية الشائعة جدا جدا في المجتمع. هي تاني جلسة مثل ما حكينا، بس قبل ما نبلش الجلسة مدتها ساعة فقط، راح أحكي لحوالي ربع ساعة تلت ساعة، بعدين يمكن أوقف وأخذ بعض الأسئلة إذا في بعض الأسئلة من الحضور عن طريق الشات كتابة يعني، وإذا ما في ممكن أكمل حكي لحتى أخلص الحكي اللي عندي وبعدين بنوقف
ما ضروري يكون في سؤال، ممكن يكون في واحد عنده مداخلة أو عنده اعتراض على شيء أنا حكيته. الطب النفسي هو فن وعلم بنفس الوقت، يعني يختلف شوي عن بقية فروع بقية اختصاصات الطب، أنه في الكثير من الشيء الشخصي، ولكن عندنا في بعض المعايير الموضوعية اللي نشتغل من خلالها. ولكن الأطباء النفسيين طريقتهم بالتعاطي مع المرض ومع الإنسان المريض أو الذي يعاني هي كتير طرق مختلفة حسب مين الشخص يعني. طيب، مثل ما قلنا كتير بنشجع الأسئلة، ولكن نتمنى أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع اللي هو اليوم موضوع الاكتئاب. وقد أضطر أني أعتذر عن الإجابة على أي حالات خاصة لشخص، ممكن واحد يكون عنده اهتمام انه يعرف حالته هو او حالة شخص قريب له او الى اخره، او ياخذ نصائح. يمكن ما هي الجلسة هي المحل الافضل لانه نحكي بحالات كثير خاصة. ممكن احكي شوي انه كيف ممكن واحدنا يحصل على المساعدة المطلوبة من طبيب نفسي او من جي بي او غيره، بس يمكن صعب انه نحكي بحالات خاصة. طيب، حكينا المرة الماضية عن المينتال ويل بينج أو التعافي النفسي، حكينا أنه هو مفهوم شوي معقد، له علاقة بعدد من التفاصيل بحياة الإنسان، بيناتها إحساس الإنسان بثقة بنفسه وعقلانية، ما هي زائدة وما هي ناقصة، منها قدرة الإنسان على الشعور وعلى التعبير عن يعني مجال واسع من المشاعر الإنسانية اللي بيناتها إيجابية وبيناتها سلبية، منها قدرة الإنسان على بناء والمحافظة على علاقات بناءة مع أو متساوية أو حقيقية، يعني ذات معنى مع الناس اللي حواليه، سواء في العمل سواء في البيت سواء شريك الحياة أو إلى آخره. الفكرة الثانية، التعافي النفسي إلى علاقة باهتمام الإنسان بما حوله وانخراطه بالمجتمع اللي حواليه، ويعني انخراطه بشيء مهم عم يعمله هو وعم ينتج بالمجتمع. مثل ما حكينا سابقا، هذا ينطبق على النساء أو الرجال اللي قاعدين بالبيت وعم يربوا الأطفال، مثل ما ينطبق على الرجال او النساء اللي عم يشتغلوا برا، البريد وينرز مثل ما بيسموهم، اللي بيكسبوا بيدخلوا المصاري للبيت وهيك. الفكره الثانيه المهمه بالتعافي النفسي هي فكره قدره الانسان على التكيف مع ظروف حياته اللي قد تكون احيانا صعبه، ولكن صعبه ضمن المجال اللي ممكن نشوفه انه هو طبيعي. فقدره الانسان على التكيف هي من علامات إذا بدنا نقول التعافي النفسي، وقدرته كمان بنفس الوقت على أنه يكون عنده مرونة في اختيار أساليب التكيف، يعني الشيء اللي يسموه الكوبينج ستراتيجيز. أحياناً بعض المدارس علم النفس تحكي عن ديفنس ميكانيزمز، عن آليات دفاعية، بس خلينا ما ندخل منعقدها كتير، ونحكي عن استراتيجيات دفاعية، استراتيجيات للتحمل والتأقلم اللي هو coping mechanisms أو coping strategies. كل واحد منا عنده هذه الآليات. إحدى تصورات الصحة النفسية أو معاني الصحة النفسية هي أن يكون عند الإنسان عدد من هذه الآليات coping strategies، آليات المقاومة أو الدفاع أو التحمل أو الصبر أو الصمود أو إلى آخره، عنده عدد من هذه الآليات وعنده القدرة على تطويع هذه الآليات لمساعدة واقعه النفسي، بمعنى أنه ممكن يختار واحدة منهم بأي وقت، واحدة مناسبة بأي وقت، بعدين بيتركها بيأخذ واحدة ثانية، بعدين بيتركها بيأخذ واحدة ثانية وإلى آخره. يعني لنفرض هلأ نحن كلنا بوضع مثلا كنا قاعدين بالبيوت، الشخص اللي كان يعتمد بشكل أساسي في موضوع الثقة بالنفس على أنه يروح يلعب حديد مثلاً بادي بيلدينج بالجيم وياخذ ثقة من خلال مظهره وعضلاته إلى آخره، هذا ما عاد عنده هالإمكانية. هل راح يدخل بمرض نفسي ولا راح يطور آليات تانية أو يستخدم آليات تانية، مثل أنه يروح يركض مثلاً
يروح يمشي، مثل أنه يروح يتواصل مع الآخرين لحتى يحافظ على توازنه النفسي. فالفكرة على عدد الآليات المساعدة للصحة النفسية، وهي كمان على المرونة في اختيار الآلية المناسبة في أي وقت لما ظروف الإنسان بتصير صعبة. لما ما بيكون عنده هالكم من الآليات المساعدة الكوبينج استراتيجيز مساعدة على التحمل، ولما ما بيكون عنده هالقدرة هالمرونة باختيار الآلية المناسبة، بيحصل المرض النفسي. بمعنى أنه الضغط النفسي زاد عنده أكثر من إمكانية هالآليات النفسية المساعدة اللي عنده أنها تقدر تساعده ضد الظرف اللي عم يمر فيه. فهون وقتها بيحصل مرض نفسي. ناس بيصير عندها اكتئاب، ناس بيصير عندها قلق، ناس بيصير عندها ذهان، ناس بيصير عندها مرض تناذر ما بعد الصدمة أو اضطراب شخصية أو إلى آخره. هاي الأمراض اللي بالأسابيع القادمة راح نبلش نحكي فيها كمان. فهلا ممكن نحكي ليش ناس بيصير عندها هيك، ناس بيصير عندها هيك، ناس بيصير عندها هيك، بس خلينا هلا نركز. ممكن واحد ممكن يسألني هالسؤال، خلينا نركز على الاكتئاب اللي هو موضوع حلقة اليوم. بس حسيت شوي منيح انه نرجع للعموميات شوي قبل ما ندخل بالشيء الخاص اللي هو الاكتئاب. ما هو الاكتئاب؟ هلا كلنا بنمر بظروف بنحس فيها بالضغط النفسي، بنحس فيها بشيء ستريس يعني، او احيانا بالحزن، بالتعب العام اللي الواحد حاسس حاله موهن ومتعب والدنيا مسكره بوجهه. هي بتصير، يمكن ما في واحد منا باخر سنه مثلا او اخر يمكن 6 شهور ما مر بهذا الظرف. الناس اللي بالبلد مثلا بسوريا عندهم ظروف أصعب من هيك بكتير، أكيد عم يمروا فيها بجوز بشكل أسبوعي أو بشكل يومي. بالمناسبة كان في معنا ناس الحلقة الماضية من سوريا، وأنا كان يعني كتير كتير بسطني حضورهم معنا. إن شاء الله اليوم يكونوا موجودين، وإن كان يمكن الإفطار في سوريا بيصير بعد يمكن ربع ساعة أو ثلث ساعة من الآن. طيب، فإذا كلنا بنمر بظروف بأوضاع بأحاسيس سواء حزن أو ضيق أو كآبة. هل هذا اكتئاب؟ الجواب لا. إمتى يبلش هذا الإحساس أو هاي الحالة النفسية إمتى تبلش تصير هي اكتئاب؟ هي لما تستمر من غير ما تتحسن لفترة طويلة أو أطول من المعتاد، خلينا نقول. بمعنى أنه الشخص بيمر عليه هالحالة هاي بين وقت وآخر، بتقعد ليومين ثلاثة وبعدين بتحل عنه. إذا ما حلت عنه لفترة طويلة أو أطول من المعتاد، وإذا بلشت تتأثر على نشاطه اليومي يعني قدرته أنه يحافظ على الروتين، قدرته أنه يحافظ على علاقاته مع الآخرين، قدرته أنه يشتغل إذا كان شخص employed يعني شخص عنده عمل، فقدرته أنه يتابع عمله، قدرته أنه يركز، قدرته أنه يتخذ قرارات، سواء قرارات كبيرة مهمة بحياته أو قرارات تفصيلية بين يوم وآخر، نشتري هالسيارة ولا نشتري هدية، نعمل هالشغلة ولا نعمل هدية إلى آخره. فإذا إذا الفترة طولت، وإذا بلشت تأثر على حياته اليومية وعلاقاته مع الآخرين، فهون ممكن نبلش نحكي عن الاكتئاب. وهلأ بحكي شوي عن الأعراض، شو معنات، شو الأحاسيس اللي عم نحكيها، شو الأعراض اللي بتعرف الاكتئاب، بتميزه عن الشيء الآخر اللي هو ممكن يكون قلق، ممكن يكون مشاكل تانية. فإذا نحن عم نحكي عن مزاج بشكل خاص منخفض، هلأ بقول شو معنات مزاج منخفض؟ يستمر لأسبوعين أو أكثر. ليش أسبوعين؟ ما بعرف، ما تسألوني، هيك قرروا منظمة أطباء النفسيين الأمريكان أنه أسبوعين. بعدين منظمة الصحة العالمية تبنت نفس الفكرة، أنه مثلا 14-13 يوم نعتبره اكتئاب، ولا لا 15 يوم شو يصير، ما كتير واضح. المهم هاي يعني إذا عم نحكي على تشخيص لمرض نفسي هو الاكتئاب، فلازم يكون هل مزاج المنخفض هذا صار له أسبوعين وهو يستمر يعني معظم فترات اليوم، يعني معظم النهار الإنسان عنده مزاج منخفض، ومثل ما قلنا عم يأثر على حياته بشكل يومي. الأعراض لما عم نحكي عن مرض الاكتئاب كمرض نفسي، كمشكلة نفسية قد تكون بحاجة إلى
مساعدة من أخصائي، فنحن عم نحكي عن مزاج منخفض، يعني حزن بشكل أو بآخر، يعني ضيق، يعني كآبة، يعني الدنيا مسك، الدنيا ما بقت تساعني. هل أحاسيسنا عم نحكي عنها، بس ما دائما بيكون في حزن، يمكن أحيانا بيكون في تهيج، يمكن أحيانا بيكون في إحساس بالاستثارة، ومثل ما الضيق الفراغ، أحيانا بيكون إحساس بالفراغ، إنه ما في شيء، إحساس كأنه الإنسان انتهى يعني، أو مات، أو خلصت، سكرت الدنيا بوجهه مثل ما قلنا. فإذا المزاج هذا أهم الأعراض. الأعراض الثاني هو التعب العام أو نقص الطاقة الجسدية. طبعا هون نبلش نحكي إنه النفس والجسد، نقص الطاقة الجسدية أو low energy يعني يسموها، هي عرض جسمي جسدي، بس مع ذلك هي أحد أهم علامات الاكتئاب. شخص بيكون كتير تعبان، ما بيكون عنده طاقة، حتى يعني أي جهد صغير ممكن يتعبه. الشغلة الثالثة الأساسية هي نقص الـ يعني loss of interest بيسموها، فقدان الاهتمام بالأشياء اللي سابقا كانت تهمه، بما في ذلك نشاطات، بما في ذلك أشياء كانت تعطيه pleasure، يعني تعطيه سعادة، سواء مثلا اللعب مع أطفاله، سواء ممارسة هوايات معينة، سواء الاختلاط بالآخرين، القراءة، أي هواية كانت تعطيه إحساس بالسعادة أو بالرضا بطل يهتم فيها وما عاد يعملها أساسا. بيناتها الهواية، هل من بيناتها النشاطات هي طبعا الجنس، الاهتمام بالجنس أو الحصول على البلجر يعني، أو السعادة من الجنس كمان ينخفض. الأعراض الثانية ممكن يصير إنه قلة النوم مثلا، أو مثلا شخص بيكون يعني تاخده لوقت ما يغفل، بيطول مثلا ساعتين وثلاثة وأربعة. هذا شخص كان سابقا يغفل خلال مثلا 5 دقائق 10 دقائق يكون غفلان، فإذا يعني ما بيقدر ينام بسرعة، وبنفس الوقت وبعدين بين وقت وآخر throughout يعني ضمن الليل بيفيق كثير، وبرجع بينام، برجع بيفيق، برجع بينام، أو بيكون برجع فيه صعوبة ليرجع ينام. الشغلة الثالثة إنه بيفيق بكير كمان، وما بقى يقدر ينام، يعني الشخص اللي كان يفيق على 7 8 هلا عم يلاقي حاله عم يفيق على 3 4 الصبح، بيضل بيتقلب وبيتقلب، وبعدين بيقوم وبييأس وخلص انه ما بقى يقدر يرجع ينام. فقلة النوم هي احد اهم الاعراض، وعرض كثير اساسي. قلة الشهية وقلة الاكل كمان شغلة كثير مهمة. في ناس بيصير عنده العكس، اللي هو اللي بنسميه الاكتئاب غير النمطي، بيصير بيناموا كثير، بيصير بي بي بياكلوا كثير كمان، او بيزيد شهيتهم على الاكل. بس بشكل عام معظم الناس عندها اكتئاب بصير عندها قلة نوم، بصير عندها قلة شهية، بينقص وزنهم كمان، هدول الناس ما عم ياكلوا كثير. الشغلات الثانية لها علاقة بإحساس الإنسان بنفسه ومستقبله، اللي هي نقص الثقة بالنفس. الشخص بيحس بحاله إنه هو شخص لا أهمية له، لا أحد يعني يأبه لوجوده بالحياة، ببلش يحس إنه هو عبء على الآخرين، وهو عالي على المجتمع، هو شخص على الهامش، لدرجة إنه حتى لو اختفى من الوجود ما حدا راح يكون متأثر. بالعكس يعني في ناس بتجي بتقلي إنه أنا people would be better off، يعني الناس ممكن تكون مبسوطة أكثر إذا أنا ما كنت موجود. طبعا هي ما حقيقة، ولكن هيك إحساسه بذاته. فإذا ضعف الثقة بالنفس وضعف تقدير الذات هذا كمان كتير مهم. انعدام الأمل، الشخص ما في كثير من الاحيان بيكون كثير صعب انه يطلع للمستقبل، يعني ما عنده القدره عقليا انه يركز ويفكر بالمستقبل من هون لبعد 2 3 أسبوع، ولما بيفكر بيكتشف انه المستقبل بالنسبه له هو كثير اسود وكثير قاتم ومظلم، يعني مثل انه ما في ضوء بنهايه النفق مثل ما بيقولوا. حكينا على الاحساس بالذنب، احساس بالذنب كثير احيان بيكون قاتل ومعذب يعني عند الانسان مريض الاكتئاب. تجنب الناس والميل الى العزله مثل ما قلنا، والى علاقه سواء بفقدان الاشياء اللي كانت تعطيه للانسان سعاده، او الى علاقه بانه بلش يحس انه الناس ما بتحبه، يعني الناس ما بتحب تختلط معه لانه هو دائما كئيب ومزاجه تعيس. ممكن يصير في اعراض جسميه مثل ما حكينا على التعب، ممكن يصير عندهم الام باجزاء مختلفه من الجسم، ممكن يصير في عندهم صداع. وأخيرا الأفكار الانتحارية، اللي هي كمان كتير كتير شائعة عند مرضى
الاكتئاب. لما عم نحكي على افكار انتحاريه ما عم نحكي بالضروره انه انا عم فكر انه بدي اروح زت حالي قدام الترين القطار او نط من مبنى عالي او هيك. ممكن تكون افكار تبلش بانه انا حياتي ما عاد لها قيمه، يمكن احسن يا ريت ناس بتدعي بتقول يا ريت انه انا انام اليوم ما في مثلا، انه خلي الله ياخذ امانته من غير ما انا اضطر انه اعمل اي شيء لانتحر. في ناس بتبلش تفكر انه اذا انا متت ما راح اكون زعلان، ما حدا راح يكون زعلان مثل ما قلنا. في ناس بلش تفكر انه تفكر بافكار انه شو ممكن يصير اذا انا جيت مثلا اخذت سكينه وقطعت قطعت رقبتي مثلا او ايدي وذبحت او نزفت حتى الموت يعني. في ناس بلش تخطط، في ناس بلش بتروح على الانترنت مثلا بتدور على طرق للانتحار، لانه في ناس كثير عندها خوف انه تجرب الانتحار بس ما بس تنتهي يعني ينتهي بهالامر بانه يصير عنده مثلا عجز دائم او مثلا قصور كبد مزمن او whatever، بس ما تموت، او مثلا تنط من فوق مبنى عالي وتتكسر اجريها بس ما تموت مثلا. فهذا خوف، فناس بلش تدور على الانترنت على طرق للانتحار. في ناس بلش تخطط بشكل كتير مركز وواضح، ومثلا تكتب رسائل وداع للأحبة والأقرباء وإلى آخره، وتبلش تحط مثلا بذهنها يوم معين أو هيك. فيعني ففي عم نحكي على رينج نحن واسع من الأفكار والأعمال حتى الانتحارية. في شيء بيحكوا عنه اللي هو الترياد، يعني ثلاثية من الأفكار السلبية، اللي هي أفكار عن الإنسان، عن حاله نفسه، أفكار عن الآخرين، وأفكار عن المستقبل. هاي اللي يسموه بيكس ترياد. بيك هو آرون بيك، هو أحد الأطباء النفسيين الأمريكان اللي اخترع أو كان السبب بوجود العلاج المعرفي السلوكي أو الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي أو سي بي تي، أحد علاجات اللي كتير أساسية ومهمة ومثبتة في مرض الاكتئاب. فهل البيك ترايد اللي هي ثلاثية بيك، اللي هي إنه إحساس الأحاس أو الأفكار السلبية عن الإنسان، الإنسان مثل ما قلنا إنه هو لا قيمة له، ما حدا سألان عنه، هو مذنب، هو مسؤول عن أذى الآخرين أو مسؤول عن معاناتهم، يعني هو عالي على الآخرين، إحساسه بالسلبي باتجاه الآخرين، الناس ما بتحبه وما بتقدره، إحساس سلبي تجاه المستقبل إنه مستقبلي مسكر أو مظلم أو قاتل أو ما إلي مستقبل. طيب أنا عم طلع بس على الأسئلة، وكمان عم خلي عيني على الدكتور هيثم، كان رح يبعث لي بعض الأسئلة على الواتساب من جروب تاني على الفيسبوك، لأنه ما رح يقدر هو يكون على محلين بنفس الوقت. طيب فما في أسئلة حتى الآن، لنكمل. إيش قد شائع مرض الاكتئاب بالمجتمع؟ رح أعطيكم دقيقة لتعملوا guess، يعني تحزب. ما بعرف ايش قد واضحه الاحصاءات بدولنا نحن، بس الشيء يعني في ارقام دقيقه اكثر بالغرب مثلا. اذا اخذنا اليو كي، بريطانيا، الاحصاءات تقول، هي احصاءات من شيء حوالي 4 5 سنين، تقول ب 3.3% من الناس عندها اكتئاب، هذا مشخص، يعني هذا اكتئاب مرضي خلينا نقول، وليس مبني على فقط انه على استمارات مرضيه. انه تشخيص الاكتئاب يقتضي انه واحد يقعد مع المريض ويساله كل هالاسئله هاي، ويشوفه حتى يعمل له مثل الشيء اللي بنسميه الفحص الحاله العقليه والحاله النفسيه، اللي هي انه انا عم شوف المريض قدامي، عم شوف كيف سلوكه، كيف افكاره، كيف مشاعره، كيف ردود افعاله الى اخره. ف 3.3 ببريطانيا، في امريكا نسبه اعلى شوي او ضعف تقريبا، هي 7.1، هالحكي من شيء سنتين ثلاثه. ما بعرف ليش، وما بعرف انه هل هن عم يشخصوا اكتئاب اكثر من عندنا هون بانجلترا، ما واضح الصوره، او هل هن عندهم يعني ميل انه يشخصوا الناس لما بيكون عندها اكتئاب، بس شيء هذا نحن بنشوفه جزء من الحياه الطبيعيه مثلا، جزء من الحزن الطبيعي. ما بعرف شو الجواب، ما بعرف اذا في كثير ناس تعرف
شو جواب؟ إيش في فرق واضح؟ ما بعرف شو ببلادنا الصراحة، وما قدرت أحصل على يعني إحصاءات موثوقة على بلادنا أو بالعالم بشكل عام، بس الافتراض إنه هي النسبة بحدود الأربعة لخمسة بالمية أو بين ثلاثة لخمسة بالمية أو something like that يعني. الشيء المهم بالاكتئاب إنه هو شائع أكثر عند النساء بشدة منه عند الرجال، يعني غالبا عند النساء أكثر بضعفين تقريبا، يعني حتى الإحصاءات الأمريكية بتقول إنه الرجال تقريبا 5.3%، النساء 8.7%، فأقل من الضعفين بشوي، بس الشيء اللي بنعرفه بشكل عام إنه هو أكثر بكثير عند النساء منه عند الرجال. شو السبب؟ كمان ما كتير واضح، هل له علاقة بشيء هرموني؟ هل له علاقة بأنه النساء بشكل عام حظهم بالحياة ومعاناتهم والضغوطات اللي يتعرضوا لها حتى بالغرب، يعني مع أنه في نسبيا يعني الفجوة أو الفرق بين وضع النساء مثلا ووضع الرجال من ناحية الحرية، من ناحية إمكانية التعلم، العمل إلى آخره، قد يكون الفجوة أقل، بس مع ذلك إحصاءات تقول إنه النساء يتعرضوا أو عرضة للاكتئاب أكثر بكثير من الرجال حتى في الغرب. هل السبب له علاقة بأنه الرجال لا يتقدمون لطلب المساعدة من الطبيب الجي بي، يعني طبيب الأسرة أو الطبيب النفسي فيما يتعلق بالاكتئاب، لأنه بيحسوا إنه في شيء بيخجل مثلاً إنه الشاب أو الرجل يروح يطلب مساعدة لأمر نفسي، في حين النساء هن أكثر جرأة فيما يتعلق بطلب المساعدة؟ هل النساء بيحكوا لبعض؟ فممكن تكون مثلا إحدى النساء بتعرف إنه رفيقتها أو أختها أو قريبتها في عندها مشكلة نفسية وعم تعاني، فبتروح تاخذها على الدكتور، في حين الرجال قدام بعض بحاجة إنه يظهر ويظهر القوي والصلب والمتماسك. أنا ما بعرف، بس على ما يبدو في شيء من هيك. نعرف نحن انه الرجال يعني يطلبون المساعده النفسيه اقل من النساء، هاي بنعرفها بالمساهم بالمشاهدات اليوميه، بس في نفس الوقت بنعرف انه معظم الحالات المشاكل النفسيه بالذات مثلا الاكتئاب والقلق، اضطرابات الشخصيه، هي اشياء عند النساء منها عند الرجال. طيب، المشكلة الأكبر في الاكتئاب إنه هو بمعظم الأحيان لا يشخص بشكل بنسبة كافية، وحتى لو شخص فهو قسم يعني قسم كبير من الناس ما بياخذوا علاج أو لا يتلقون العلاج الكافي أو المناسب، يعني إذا حتى مثلا بأمريكا 35% تقريبا، يعني أكثر من ثلث العالم عندهم اكتئاب ولكنهم لا يتلقون العلاج. فهي مشكله. بالدول الناميه، بالدول اللي بيسموا اللو الميدل انكم، يعني الدخل الضعيف او القليل والمتوسط، النسبه هي اعلى من هيك بكثير، عم نحكي لحوالي 80% من الناس عندهم اكتئاب يعني ويستدعي العلاج ولكنهم لا يتعالجون. فكمان ففي عندنا مشكله كبيره هون. طبعا في مشكله نقص في التشخيص كمان. طيب، نكمل إذا ما في أسئلة. الفكرة الثانية المهمة بالاكتئاب إنه بمعظم الأحيان الاكتئاب ما بيجي لحاله، يعني ما بيجي لحاله بمعنى إنه دائما بيكون في مشاكل اجتماعية عند الشخص. حكينا المرة الماضية على دور الفقر بهالقصص، مشاكل نفسية بشكل عام، ولكن بشكل خاص الاكتئاب دور نقص أو الفجوة الكبيرة بالمجتمع بين الأغنياء والفقراء. حكينا على عدم الـ يعني الـ unemployment، يعني فقدان الشغل مثلا، العمل. بس الاكتئاب ما بيجي لحاله كمان من ناحية الأمراض النفسية اللي ممكن ترافقه، الأمراض الثانية اللي هي ممكن يكون في قلق، ممكن يكون في اضطراب شخصية، ممكن يكون في عدد من مثلا المخدرات والكحول وغيره. طيب، نحكي شوي على أسباب الاكتئاب. الأسباب اللي هي أحياناً، يعني أحياناً نحن شوي نخلط، في فرق بين الشيء اللي بنسميه أسباب لمشكلة نفسية، وفي شيء اللي بنسميه التريجر، يعني شو اللي حرض أن تظهر المشكلة بوقت معين، وفي شيء اللي بنسميه عوامل الخطورة،
بمعنى أنه شو بيخلي مشكلة نفسية أكثر احتمالا أنها تظهر عند شخص من شخص آخر. بس أنا يعني رح أحاول أحكي من دون ما أفصلهم كثير لهدول الثلاث أشياء، بس لنحكي أنه شو ممكن يخلي عند شخص ممكن يظهر الاكتئاب. أول شغلة اللي هي الجينات، واضح أو من المعروف إنه والمثبت علميا إنه الناس إذا شخص عنده قصة عائلية لجينات لاكتئاب في الأسرة، مثلا الأب أو الأم عندهم اكتئاب، أو حتى العم أو الجدة أو إلى آخره، فاحتمالا يصاب هذا الإنسان بالاكتئاب أعلى من احتمال إصابة شخص آخر ليس عنده هذه القصة العائلية. وهذا يعني هذا انعمل فيه دراسات على توائم انفصلوا عن بعض وربيوا بمحلات مختلفة، الأخ وأخوه، إذا الأخ عنده اكتئاب احتمال الأخو أو أخته يصير عنده اكتئاب كتير عالي، إذا توائم احتمال واحد منهم، إذا واحد عنده احتمال الثاني ينصاب كتير عالي حتى ولو ربيوا بظروف مختلفة. فنحن بنعرف إنه هذا له علاقة بالجينات وليس فقط، يعني في ناس بتقول لك بس هدول ربيوا بنفس الجو، لا، في ناس حتى ولو ربيوا بظروف مختلفة الجينات تبعهم بتأهبهم لأنه يصير عندهم اكتئاب إذا في اكتئاب بالقصة بالقصة العائلية. التجارب الطفولة أو التجارب اللي مر الإنسان فيها اللي مر بها في طفولته أو طفولتها، هي كمان كتير يعني بتأهب أو بتخلي الشخص عرضة للاكتئاب بالمستقبل. مثل ما حكينا قبل شوي على الآليات الدفاعية وطرق يعني طرق مقاومة المرض، الشيء اللي بنسميه بجوز الريزيلينس أو المرونة، هي أشياء بيكتسبها الواحد بالسنوات الأولى من عمره وبيطورها بعدين لما بيصير عنده الأساس ليبني عليه. إذا شخص بصغرته كان تعامل أهله معه سيء مثلا، ما كان عندهم هالقدرة على أنه يظهروا له التعاطف والمحبة والثقة والاحترام، احترامه كإنسان وعاملته كإنسان متكامل، فهذا الإنسان هذا الشخص احتمال أن يصاب في هذا الشخص يعني ما عنده عوامل الصمود والريزيلينس الكافية، فهذا احتمال أن يصاب بالاكتئاب المستقبل أعلى من شخص ربي بظروف ببيئة أسرية ببيت فيه من مستلزمات الحياة الأساسية بس فيه من الاحترام من الحب من العطف درجة عالية أو درجة مقبولة. خلينا ما عم نحكي نحن على سوبر مان أو سوبر وومن، الأهل ما لازم يكونوا بالضرورة سوبر مان أو وومن، لازم يكونوا فقط أنه قادرين على أن يقدموا محبة وعطف وحنان للطفل بشكل كونسيستنت، يعني بشكل منتظم ودائم. أحيانا بيغلطوا أحيانا بيفشلوا إلى آخره، أنا ماني مربي ولن أتحدث كثيرا عن التربية، ولكن عم نحكي عن شيء كونسيستنت، يعني عن شيء مستمر خصوصا خلال الطفولة الأولى. فإذا التجارب الحياتية الأبيوس مثلا اللي هو سوء المعاملة أو الأبيوس سوء المعاملة سواء كان التعنيف الجسدي سواء كان سوء المعاملة اللفظية، مثلا إذا واحد طفل دائما أهله عم يسبوه بالبيت عم يبهدلوه عم يهزئوه عم يهينوه، فهذا بيضعف طبعا بيضعف إحساسه بنفسه. سوء المعاملة الجنسية مثلا إذا طفل تعرض لإساءات جنسية بصغره حتى ولو كانت هذه في فترة ما كان لسه عنده فهم شو معنات الشيء اللي عم يصير، يعني ما فهمه بسياقه الحقيقي. فهي شغله، اذا حكينا على الجينات حكينا على تجارب او حياته يعني الاكسبيرينس تبعه بالطفوله. ف الشغله الثالثه هي ظروف الانسان الحياتيه او خبراته الحياتيه اللي عم يمر فيها حاليا كمان او السنوات الاخيره. إذا واحد شخص مثلاً فقد شخص قريب له اليوم، بعدين بعد سنتين فقد شغله، بعدين بعد سنة اتطلق أو طلق زوجته، بعدين كذا، ففي كم معين من الأشياء ممكن الإنسان يتحملها قبل ما يبلش يدخل بالشيء اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي اللي هو نقص المعاوضة. يعني ما بقى الآليات الدفاعية هي اللي عنده لتخليه يتحمل ما عاد كافية لا يتحمل كل هالظروف الحياتية اللي
اللي عم يمر فيها. فظروف حياتي يمكن تكسره للإنسان، يعني بالإنجليزي بيقولوا tip him over the edge، يعني مثل واحد اللي واقف على شفا حفرة واجيته هالشغلة هدته. كتير من الأحيان بيكون فكرة يعني الأشياء القشة التي قصمت ظهر البعير ممكن تكون موجودة هون. يعني كل أحيان الشغلة اللي بتدخله بالاكتئاب هي شغلة كتير صغيرة، كل واحد يقول أنا تحملت كل هالظروف هي كل هالمآسي وبعدين إجت شغلة كتير تافهة كسرت ظهري، وهذا بيحصل بشكل كتير كمان شائع. فإذا حكينا على الجينات، حكينا على تجارب الطفولة، حكينا على الظروف الحياتية وتجارب الحياة، في صفات شخصية عند الإنسان ممكن تخلي تأهبه ل إنه يصير عنده اكتئاب. هاي يمكن يكون إلى علاقة كمان بالطفولة، ويمكن يكون إلى علاقة بالجينات. الصفات الشخصية حكينا المرة الماضية على الشخص العصابي نيوروتيك، يعني اللي بنسميه اللي هو ممكن يكون عنده يعني هامش واسع من المشاعر. مثلا الشخص اللي مثلا عنده ضعف ثقة بالنفس بشكل طبيعي، شخص الخجول، شخص اللي نظرته للحياة هي بشكل عام وبشكل عادي، يعني بالحياة اليومية نظرته للحياة هي نظرة سلبية أو متشائمة، فهذا يتعرض لاكتئاب بنسبة أعلى. الشغلة الأخيرة بدي أحكيها بهالسياق، طبعا في كتير أسباب بس حاولنا نركز على أشياء معينة. السبب الأخير أو العامل الأخير المهم هو الصحة الجسدية. الناس اللي عندها أمراض مزمنة، روماتيزم، أمراض سكري وضغط وقلب وإلى آخره، اللي عايش بخطر دائم أنه أنا بدي تصير معي جلطة بأي وقت لسبب أنه عنده عوامل خطورة، جلطة على القلب أو على الرأس أو إلى آخره، شخص اللي عنده مرض صرع مثلا وبأي لحظة ممكن يتعرض لنوبة صرع، الشخص اللي عنده ألم مزمن، يعني الناس اللي عندها آلام كرونيك بين، يعني آلام مزمنة، هي كمان بتدخلها ب ممكن تدخلها باكتئاب، سواء بشكل مباشر أو الشخص اللي عنده خطر، يعني عنده مرض مهدد للحياة، مرض مثلا شخص عنده سرطان وانعطى مثل ما بيقولوا كم شهر ليعيش وقالوا له إنه أنت يعني سرطان عندك كتير متقدم، فهذا ممكن يدخله باكتئاب. خصوصا ما كل واحد عنده هالأمراض هاي بيدخل باكتئاب، ولكن خصوصا إذا كان عنده العوامل والأسباب الثانية أو بعض منها اللي حكينا عنها. الشغلة الطريقة الثانية اللي ممكن الصحة الجسمية الصحة الجسدية تأثر على أو تقود إلى الاكتئاب هي بعض أمراض الغدد الصم، مثلا قصور الدرق ممكن يدخل ممكن يدخل الإنسان أو يزيد خطر إصابته بالاكتئاب. الشغلة الثالثة انه بعض الادوية، ادوية السرطانات، ثبطات المناعة، ادوية الكورتيزون ممكن تدخل، وعدد من الادوية الاخرى ممكن تدخل المريض او ممكن تزيد او ممكن تسبب اكتئاب. كمان ما كل واحد يصير عنده هيك، وانما الناس اللي عندها مشاكل او عوامل خطورة تانية. طيب انا شفت انه في سؤال او سؤالين. في سؤال اسأل: إذا مريض تشخص فصام من 20 سنة وكان ما عنده شعور بالمحيط وبالوقت وبالطبيعة وبالعالم، بعد العلاج الطويل عادت مشاعر وبشكل جيد، يعتبر المريض بحالة شفاء ولا هالشي بسبب الدواء؟ لو تسمحي يا رودينا، لأنه بدنا نحكي عن الفصام بسياق حديثنا عن الذهان إن شاء الله بعد كم حلقة قادمات، فإذا ممكن نركز على الاكتئاب اليوم ونحكي على ونرجع نحكي على الفصام بالمستقبل لو سمحت. سلام، سؤال آخر. سلام، النسبة التي قلتها هي اللي بحاجة لعلاج دوائي فقط ولا حتى بالعلاج المعرفي السلوكي؟ أنا عندي فكرة أنه 5 الناس بيصير عندها اكتئاب بفترة من عمره، هذا الإحصاء من خلال عملي مع جمعية خيرية للصحة النفسية معتمدة على العلاج المعرفي السلوكي. نعم، أنا ما ميزت بين اكتئاب اللي هو مايلد يعني بسيط ومودريت اللي هو متوسط الشدة، أو شديد اللي هن أنواع الاكتئاب عادة، وهذا يعني بتعلق فقط بعدد هالأعراض هي اللي حكيناها سابقا، إنه كم عرض عند الشخص اللي عنده 4 من هال أعراض هاي صار عنده mild depression، اللي عنده 5 أو 6 صار عنده متوسط، اللي عنده 7 المهم، يعني ما كتير مهم هالفكرة أنه 4 ولا 5. أنا ما كتير ميزت بين علاج
بالأدوية أو علاج المعرفي السلوكي. هاي النسبة الموجودة، وطبعا يعني مثل كل هالنسب فينا نحن نفكر فيها بشكل أدق ونحاول ندرس إنه هل هي فعلا هذا الحكي كتير دقيق ولا لا، عم نحكي على ديبريشن شديد ولا عم نحكي على شيء بسيط ومعتاد يعني ويومي. فما بعرف الجواب على هذا السؤال، بس أنا وقت اللي أعطيت النسب هي ليست فقط بالأدوية أو بالعلاج المعرفي السلوكي. واحد من خمسة بيصير عندهم بفترة بحياتهم، يقال إنه حتى واحد من أربعة أو واحد من خمسة بخلال فترة يعني خلال الحياة بشكل كامل. نعم في هيك إحصاءات، بس كمان يعني ما بعرف شد دقيقة، بس نعم سمعنا أرقام مشابهة في العالم كله، والحقيقة يعني نسبتها على ما يبدو هي نسبة كتير كبيرة. أي واحد منا ممكن تحصل عنده هذه المشكلة. طيب صار وقت فطور عند الناس. صلاح الدين لك عم يقول إنه طيب الله معكم يا صلاح. نحن بنكمل بس لحوالي الثلث ساعة، إذا ما في كمان لأرجع أتأكد إنه الدكتور هيثم ما بعت أي سؤال. طيب فأنا حكيت إنه الاكتئاب في أنواع بسيطة أو يعني بسيط الشدة أو قليل الشدة ومتوسط وشديد. لما بيصير عندنا اكتئاب شديد فنحن بالتعريف عم نحكي عن شخص غالبا عنده أفكار انتحارية، حتى ولو لم تقده إلى أنه يحاول ينتحر، غالبا عم نحكي عن شخص بحاجة لمساعدة ومساعدة من أخصائي في معظم الأحيان. الاكتئاب بس دخلنا بالاكتئاب الشديد، فكثير من الأحيان بيصير عند هدول الناس بيدخلوا بالشيء اللي بنسميه الذهان، اللي هو السايكوسيس. سايكوسيس يعني ببلشوا بيسمعوا أصوات مثلا، غالبا الأصوات عم تحكي معهم، عم تبهدلهم، عم تعيط عليهم، عم تقلهم إنه أنت شخص سيء، أنت مالك قيمة، أنت لازم تروح تنتحر إلى آخره. ممكن يبلشوا يتخيلوا، ممكن يبلشوا يتخيلوا، يصير عندهم أفكار يعني delusions يعني أوهام عن حالهم. كمان الأوهام ممكن غالبا بتكون منسجمة مع نظرتهم لحالهم، يعني مثلا ممكن واحد يتخيل إنه أنا كنت بسبب إحساسه بالذنب، ممكن يتخيل إنه هو مسؤول عن جرائم أو عن مآسي حصلت في مناطق مختلفة من العالم ما له علاقة فيها. فإذا عم نحكي عن درجة شديدة من الاكتئاب بتدخل الناس بأوهام سلبية عن حالهم، يعني أفكار ليس لها صلة بالواقع، وممكن يدخلهم بهلاوس، الهلاوس سواء سمعية أو حتى هلاوس بصرية في بعض الأحيان. وهون نبلش نحكي بأنه العلاج بمضادات الاكتئاب أو العلاج المعرفي السلوكي قد يكون ما بيكفي، ممكن المريض يكون بحاجة إلى مضادات ذهان. طيب في سؤال آخر من ردينا، سؤال تاني بخصوص مريض الاكتئاب، الوساوس القهرية هي دليل على الاكتئاب دائما؟ لا مو صحيح. الوساوس أو الـ OCD يعني أو الوسواس القهري هو مشكلة أخرى. كثير من الأحيان نفس عوامل الخطورة اللي حكينا عنها اللي تؤدي إلى الاكتئاب قد تؤدي عند أشخاص آخرين أو عند نفس الشخص إلى مرض الوسواس القهري. كثير من الأحيان مرض الوسواس القهري نفسه يقود إلى الاكتئاب. فإذا نحن عم نحكي مثل ما قلت أنا قبل شوي، الاكتئاب كثير من الأحيان ما بيحصل لحاله، بيحصل مع أمراض أخرى. فإذا نحن عم نحكي عن مشكلتين عند نفس الشخص حصلوا بفترات مختلفة بحياته وبعدين كملوا سوا، أو ممكن يكون الوسواس القهري نفسه. لأنه إذا لنفرض أنه الشخص عم يغسل إيديه باليوم 250 مرة مثلا، هذا شخص إجباري حياته راح تكون مشلولة تماما، فهذا الشخص غالبا راح يبلش يدخل باكتئاب. ولكن هن مشكلتين مختلفتين تماما. الشيء الثاني اللي بنشوفه بالاكتئاب اللي هو شوي مختلف عن الافكار الوساوس القهريه، اللي هو اللي بيسموه الرومينيشن، ما بعرف شو ترجمتها بالعربي. الرومينيشنز هي ان الواحد يبلش بيدخل يعني افكار بتضل تدور 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 براسه من غير ما يقدر يطلع منها، وغالبا هي افكار سلبيه، وغالبا هي افكار عن الماضي.
راح احكي شغله بس بين الاكتئاب وبين القلق. الاكتئاب غالبا افكار الانسان غالبا الشيء اللي شاغل له باله هو اشياء لها علاقه بالماضي ولدرجه اقل الحاضر، الاشياء اللي غلط فيها، الاخطاء اللي ارتكبها بالماضي، يعني الاشياء اللي ندم عليها، وغالبا هاي الاشياء بتضل تدور براسه. القلق هو مشكله، غالبا الافكار بتكون متعلقه بالمستقبل. القلق هو خوف على المستقبل او على شيء ممكن يحصل بالمستقبل. فهذا تمييز كثير كرود يعني بالانجليزي بيسموه، يعني تمييز كثير بسيط وليس علمي كثير او دقيق، ولكن بشكل عام مريض الاكتئاب هو غالبا عم يفكر باشياء حصلت في الماضي، فكر فيها بشكل سلبي، بيحملها معاني سلبيه. مريض القلق هو مريض عم يفكر بالمستقبل وعم يفكر عم يقلق عم يخاف على المستقبل وعم يحمل افكاره للمستقبل معاني سلبيه. طيب، في سؤال من ندى. I have many patients عندي عدد كبير من المرضى اللي عم يشتكوا حاليا من مزاج منخفض او انه هن مكتئبين بسبب الكوفيد 19، بسبب الكورونا فيروس. من الصعب ضمن هذه الكرايسيس، يعني الوضع الصعب اللي نحن فيه، انه نمنحهم او نوفر لهم الرعايه الطبيه النفسيه الكافيه، ولكن وهم يعني يتوقعون منا هذه الرعايه. What do you recommend؟ شو الشيء اللي ممكن تقدم لهم اياه؟ هلا هذا يعني سؤال مو كثير سهل، مو كثير سهل الجواب عليه، لانه اذا عم نحكي عن اكتئاب، عم نحكي عن ناس عندها يعني احساس مزاج منخفض، عندها كآبة، عندها انزعاج من الوضع اللي عم يحصل، فهذا ما هي مشكلة نفسية كثير. الشيء المطلوب بجوز انه نحن نحاول نتعاطف، نحاول نقدم لهم التعاطف والدعم النفسي، الكلمات الطيبة، نحاول نأكد لهم انه هن ما دخلوا بمرض نفسي وما عم ينجنوا، انه في كثير ناس مثلهم، وانه كثير طبيعي يكون عندهم هالافكار وهالمشاعر هي ضمن الظروف الحاليه، وانه بالعكس اذا كانوا كثير مبسوطين بالوقت الحاضر فهون معناها غالبا هي علامه انه في مشكله up there، يعني في مشكله براسه. فهي اذا عم نحكي عن شخص عنده وضع ما هو مرضي بالضروره، وكثير متوقع انه معظم الناس بالوقت الحالي يكون عنده احساس بالتنشن، بالستريس، بالضغط النفسي. فهي ما فهون بجوز كثير مهم، يعني بجوز كثير مهم انه نقول لهم انه انت ما عندك مرض نفسي، لانه اذا قلنا لهم عندك مرض بندخلهم بمشكله اخرى. يعني واحد اجى لعندي وعنده كوفيد 19 بوزيتيف، قلت له لسه انت عندك هي وعندك لسه مرض نفسي فوق. فكثير مهم انه نحاول نطمنهم انه الاستجابه تبعيتهم هي جزء من شيء متوقع. اذا الفئه الاخرى انه ناس مريضين، اذا كان عنده مرض نفسي، فاذا كان عنده اكتئاب حقيقي، فهو بحاجه لمساعده طبيه نفسيه، سواء كانت بتاحت الفرصة له أنه يحكي مع شخص متخصص، سواء كان مرشد نفسي أو معالج نفسي، سواء كان أنه نعمل له برنامج رعاية له علاقة بالروتين وله علاقة بالأكسرسايز، يعني بالرياضة وغيرها، شيء بنسميه السيلف هيلب، يعني مساعدة الذات، ولكن بإشراف شخص متخصص اللي قد لا يكون طبيب نفسي، او اخيرا اذا كان عن طريق الادويه. فنحن عم نحكي عن تو جروبس، يعني مجموعتين من الناس. الاولى هي ما بالضروره عندها مرض، والرياكشن تبعها رد الفعل تبعها هو قد يكون كثير طبيعي ضمن الظروف الحاليه. المجموعه الثانيه هي مجموعه خلينا نسميها مرضيه او سريريه، يعني مجموعه بحاجه لعلاج. في حدا ساعدني، الرومينيشن هو الاجترار. نعم، فهو الواحد عم يضل يجتر الأفكار نفسها بذهنه. طيب، سؤال آخر عن الوسواس القهري. لحاول أشوف إذا كان هو مرتبط بحلقة اليوم، إذا مو مرتبط ممكن نخليه لوقت آخر. شو الفرق بين الوسواس القهري وتكرار حركة معينة؟ مثلا أنه بيضل يحرك إيده بطريقة معينة، وهدول بحاجة لعلاج طبي ولا معالج نفسي كافي؟ كمان يا رودينا لو سمحتي نخلي
الحلقة هي خاصة بالاكتئاب إذا بنقدر. ما حابب كتير أدخل الوسواس القهري لأنه شوي بيشتتنا بعدين. طيب خليني أرجع أتأكد أنه ما في أسئلة من هيثم وما في أسئلة، فإذا بنكمل شوي بكم فكرة بس عندي ياهم. فإذا حكينا على درجات الاكتئاب، كثير الأحيان الشخص بيصير عنده هجمة، خلينا نسميها هجمة أو إبيسود، يعني دورة من الاكتئاب واحدة وبعدها بيطيب وما عاد بترجع له، اللي هي الديبرسيف إبيسود. كثير من الأحيان ترجع هجمة ثانية، خصوصا إذا صار في محرض آخر، ظرف سيء مر فيه، ستريس يعني من نوع معين، فبترجع الهجمة بعد فترة، برجع بياخذ دواء بيطيب، ترجع مره ثالثه ورابعه وهيك. كل ما صار عنده هجمه، وهذا قد يظهر انه هو كثير منطقي، كل ما صار عند المريض هجمه اكتئاب، احتمال ترجع تصير معه واحده ثانيه هو اكبر، وبعدين احتمالها اكبر، وبعدين احتمالها اكبر، وهكذا يعني بشكل متزايد خلينا نقول. فعم نحكي شيء اللي بيسموه ببلش يصير اسمه recurrent depression، يعني الاكتئاب المتكرر خلينا نسميه، وغالبا بيجي بهجمات. كثير من الاحيان ببلش بيدخل المريض باكتئاب اللي ما بيطلع منه، يعني بيطول سنين يعني خلينا، وحتى مع العلاج بيصير يبلش يصير معند. في انواع الاكتئاب ممكن نصنفه بشكل كثير عريض. كل شيء كنت عم احكيه الفتره الماضيه باخر 50 دقيقه او 45 دقيقه هو عن الاكتئاب اللي بنسميه الاكتئاب التيبيكال يعني، او احادي القطب، او اليونيبولار ديبريشن، اللي هو معظم انواع الاكتئاب. في حوالي 10% من الناس اللي عندها اكتئاب، هذا الاكتئاب بيحصل بسياق مرض اللي بنسميه ثنائي القطب. ثنائي القطب اللي هو حاله هجمات من الاكتئاب، يعني مزاج كثير منخفض مثل الشيء اللي كنا عم نحكي، وحالات من الهوس اللي هو مزاج كتير مرتفع وزيادة بالطاقة وزيادة بالحماس ومكيف ومن أحلى ما يكون، بس طبعا أكثر بكتير من الطبيعي أو المتوقع. فهذا نوع آخر من الاكتئاب اللي يتناوب فيه حالات أو هجمات الاكتئاب مع فترات من الحياة الطبيعية ومع فترات من الهوس. هوس يعني مزاج مرتفع. في أنواع خاصة للاكتئاب اللي هي الشيء اللي بنسميه، أحد الأنواع مثلاً اللي بنسميه الاكتئاب الموسمي أو الـ seasonal affective disorder. هذول الناس بصير عندهم اكتئاب بفترات الشتاء مثلاً، وبعدين بس بلش يطول النهار وتطلع الشمس والشجر وإلى آخره، برجع بيطيبوا بتحسنوا. فهي حالة يعني مميزة معروفة عالمياً. كثير من الأحيان بيجوز بحاجة لمضاد اكتئاب لهالفترة هي القصيرة لحتى يقدر يطلع منها بس طول النهار شوي. حالة ثانية من حالات الاكتئاب كمان مميزة هي اكتئاب ما بعد الولادة، ما بعد الولادة للأم الحامل اللي أنجبت يعني. كثير من الأحيان عند النساء المؤهبين، خلينا نقول مؤهبين وراثياً، وبعض العوامل الخطورة الأخرى اللي حكينا عنها، بيصير عندهم اكتئاب اللي بعد بيشبه كتير الشيء اللي حكينا عن الاكتئاب بشكل عام، ولكن خاص بعد ما أنجبت الأم طفلا، وبعدها أول كم يوم بيكون كتير منيح، بعدين ببلش يصير عندها اكتئاب شديد. وهذا مختلف عن الشيء اللي اسمه البيبي بلوز، اللي هي أنه أي امرأة أو معظم النساء بعد الولادة مباشرة بصير عندهم حالة من شوي هيك التهيج، من عدم يعني عدم الارتياح، أو شوي يعني متضايقين. بس عم نحكي عن حالة كتير مختلفة اللي هي البوست نيتال ديبريشن، أو اكتئاب ما بعد الولادة. طيب في أحيان الناس بتحكي عن نوعين مختلفين للاكتئاب، ما بعرف إذا أنا مقتنع كتير بهالكلام. نوع اللي هو reactive depression، يعني هذا الاكتئاب اللي بحاجة لظرف معين لا يخلقه، يعني إذا المريض ما عنده أي ظروف حياتية بتحرض له
المزاج المنخفض فما بيكتئب، هذا الرياكتيف ديبرشن او الاكتئاب الانفعالي خلينا نقول، او برد فعل على الظروف. النوع الثاني الاندوجينس اللي هو الداخلي، بمعنى انه هذا الانسان حتى ولو ما عنده اي ظرف سلبي او سيء بيصير عنده اكتئاب كانه out of the blue، يعني من غير اي محرض. ما بعرف ايش قد يعني معظم الناس بيكون، وكثير من الاحيان ببلش بالاول الاكتئاب كنتيجه لظرف سيء او سلبي مر في الشخص، وبعدها مثل ما قلنا كل ما زادت الهجمات بيصير ممكن يظهر كثير من الاحيان من غير محرض واضح، ما بيحس حاله، الواحد بيفيق الصبح بيلاقي حاله كثير مكتئب. طبعا غالبا بيكون في سبب داخلي، فكره، تفصيل صغير حصل بحياته، بس قصدي انه ما بيعود في ضروره لهال صدمه او المشكله اللي كثير كبيره اللي حصلت بحياته، طلاق او فقدان عمل او فقدان شخص عزيز له لحتى يدخله باكتئاب. طيب في نتاكد بس من الاسئله انه ما في اي اسئله عن طريق الصفحه الثانيه اللي موجود عليها الحلقه هاي. طيب في فرق آخر بحب أحكي عنه كمان، اللي هو أنا حكيت كثير على فقدان شخص عزيز كأحد أسباب أو أحد محرضات أو أحد عوامل الخطورة للاكتئاب. الأشخاص اللي فقدوا مثلاً أمهاتهم بأعمار صغيرة إن عندهم نسبة الاكتئاب عندهم هي أو حصول احتمال الاكتئاب هو أعلى بكثير من الأشخاص اللي ربيوا بين أبوهم وأمهم. وكمان فقدان شخص عزيز حتى بالأدلت لايف يعني عند الإنسان البالغ ممكن يدخله باكتئاب. بس شو الفرق بعيد من هون، والله يخلي لكم الأشخاص العزيزين بحياتكم، إذ شو الفرق بين إحساس الإنسان بس فقد شخص عزيز، شو الفرق بين هالإحساس هذا اللي بيحسه الواحد تجاه الحياة اللي بنسميه grief أو بنسميه شو معنات grief بالإنجليزي اللي هو الحداد يعني بشكل عام، أو المشاعر أو الأفكار المرتبطة بفقدان شخص عزيز أو اللي تنتج عن فقدان شخص، شو الفرق بين هاد وبين الاكتئاب؟ وعم نحكي نحن على غريف طبيعي، يعني عم نحكي على حداد طبيعي، ما عم نحكي لسه على لما بتصير في مشكلة مرضية كنتيجة للحداد. معظم الأحيان ما بيطول الإحساس هالمشاعر أو الأفكار السلبية. بالغريف او بالحداد الطبيعي بنشوف في حزن، ما بنشوف في الاعراض المرافقه للاكتئاب، ما بنشوفها بنفس الطريقه بنفس الشده. الافكار هي الرومينيشن او الاجترار ما بنشوفها بنفس الطريقه. افكار الانسان عن الشخص اللي فقده بتكون مختلطه بين مثلا ذكريات جميله او ايجابيه او حلوه وذكريات سلبيه عن الشخص. شيء محدد اللي كتير أساسي كمان بين الاكتئاب والمشاعر المرتبطة بالحداد هو إنه ثقة الإنسان بنفسه، السيلف إستيم اللي بنسميه تقدير الذات، ما بيتغير، لأنه المشكلة حصلت لشخص آخر ما حصلت لشخص آخر، أنا فقط هو اللي راح. فالسيلف إستيم هذا أو الثقة بالنفس أو تقدير الذات ما بيتغير كسبب للحداد كنتيجة للحداد، ولكن في الاكتئاب هو أحد العلامات أو الأعراض الأساسية. كثير من الأعراض الأخرى كمان مثل ما قلنا ما بتكون موجودة. أفكار الانتحارية مثلا كثير طبيعي بين وقت وآخر إنه بس فقد الإنسان شخص عزيز عليه إنه يحس بالرغبة بإنه يكون مع هالشخص، إنه يا ريت الله ياخذني مشان أكون معه مثلا. بس هاي الأفكار بتكون فليتنج، بتكون سريعة، ما بتكون يعني دائما موجودة، وما بتكون نابعة من إحساس الإنسان بضعف ثقته بنفسه إنه أنا موتي أحسن من حياتي، وإنما بيكون في وراها دافع إيجابي إنه أنا كتير حزنان على هذا الشخص بدي يكون معه. فإن شاء الله أكون وضحت الفكرة. طيب في سؤال من عند الدكتور هيثم، برأيك، يعطيك العافية مصطفى، برأيك شو أكثر العوامل المساعدة في عملية الشفاء
في سؤال آخر، شو هي أكثر الأمراض النفسية اللي بترتبط بالاكتئاب؟ لجاوب على الثاني لأنه هذا أسهل، وحكيت شوي أنا قبل شوي عنه. أكثر الأمراض النفسية اللي بترتبط بالاكتئاب هو القلق، من دون منازع خلينا نقول. نسبة الناس اللي عندها اكتئاب مع قلق أكثر بكثير من نسبة الناس اللي عندها اكتئاب لحالة. نسبة الناس اللي عندها قلق مع اكتئاب أكثر بكثير من نسبة الناس اللي عندها قلق من غير اكتئاب. يعني ده يعني عند بثلاث أرباع الناس أو ثلثين الناس المشكلتين القلق والاكتئاب بيجوا مع بعض، لدرجة إنه الباحثين والأطباء النفسيين والناس اللي بتشتغل بالريسيرش في هالموضوع بالبحث بتقول إنه غالباً الاكتئاب والقلق قد يكونان يعني عملتين وجهين لعملة واحدة. غالباً الميكانيزمز اللي عم تصير بالدماغ هي مشابهة بالحالتين. غالباً العلاج هو نفسه، يعني مضادات الاكتئاب هي بنفس الوقت الأدوية. إذا نحكي علاج دوائي للقلق، مضادات الاكتئاب هي العلاج المفضل في مرض القلق. بنفس الوقت العلاج المعرفي السلوكي كمان هو العلاج النفسي المفضل في مرض القلق. فهي الحالة فهي أكثر الحالات النفسية مرتبطة بالاكتئاب. في حالات أخرى مثل ما حكينا الـ OCD أو الوسواس القهري. الحالات الأخرى هي ممكن تكون الاضطرابات الشخصية، كثير من الأحيان تترافق مع، وكثير من الأحيان الاضطرابات الشخصية، بدي أقول شغلة هون مهمة قبل ما ننهي، اضطرابات شخصية بشكل خاص اضطراب الشخصية الحدية اللي هو كثير كثير شائع، بدنا نحكي عنه إن شاء الله بإحدى الجلسات. اضطراب الشخصية الحدية كثير من الأحيان يترافق مع الاكتئاب ويشخص على أنه اكتئاب، وما في يمكن أكثر من 90% من مرضى اضطراب الشخصية الحدية يعني يوضعون على مضادات اكتئاب خطأً، لأنه مشكلتهم هي ليست اكتئاب. بمعنى باضطراب الشخصية الحدية الشيء اللي بيصير إنه المزاج بيطلع وبنزل بنفس اليوم شيء 100 مرة، مو بس بيطلع وبنزل إنه بيصير عالي وبعدها بيصير حزين أو مكتئب، لا، بين الغضب، بين الانزعاج، بين المقت، بين الملل، بين إحساس الفراغ، بين الحزن، بين الغضب، كل هالمشاعر هاي بيمر فيها مريض اضطراب شخصية الحدية، وبشكل إكستريم يعني بشكل كتير عنيف ولدرجات كتير شديدة. وبعدين برجع شوي بيستقر، بعدها برجع بطلع وبنزل. وأي كلمة صغيرة مثلا محرض كتير ممكن يكون صغير بيدخله بياخده من إكستريم لا إكستريم تاني بالمشاعر هاي المختلفة. هذا كتير مختلف عن الشيء اللي عم نحكي لي هو مزاج منخفض بشكل مستمر لمعظم اليوم. في حدا صلح لنا انه الرياكتيف ديبريشن هو الاكتئاب التفاعلي. كان في سؤال اخر كمان لننهي فيه، يعطيك العافية. برأيك شو اكثر العوامل المساعد، اكثر العوامل المساعده للشفاء سواء كان للاكتئاب او القلق او اي مرض نفسي اخر، هي وجود الدعم من المحيط، يعني الدعم من شريك الحياة، من العائلة ومن الأصدقاء. وهذا طبعا غياب الدعم هو مؤهب لأي نوع من الأمراض النفسية. وجود الدعم هو بيحسن الشيء اللي بنسميه بالطب الإنذار، يعني إذا المريض راح يتحسن، وحتى إذا المريض راح يتحسن على الدواء أو على العلاج النفسي يتعلق بشكل كتير كبير استجابة المريض للعلاجات النفسية أو الدوائية، يتعلق بشكل كتير كبير بوجود البيئة الحاضنة المتفهمة الداعمة اللي عم تساعد، وبشكل آخر بشكل أساسي وجود حد أدنى من الاستقرار بحياته. يعني أنك تعطي لمريض مضاد اكتئاب بسوريا وهو بيته عم ينقصف وتتوقع أنه يستجيب، احتمال كتير ضعيف. You're asking too much، يعني عم نطلب كتير من هال من هال من هالشخص بهيك حالة. فالدعم، وجود البيئة الداعمة كتير كتير أساسي. في حدا كمان صلحنا رانيا، المورنينج هو الحداد. نعم، طيب بعتقد خلصنا لهون. للأسف حكينا شوي بشكل، يعني لازم نوقف هون بس لنحكي بشكل سريع عن العلاج. العلاج هو في شيء السيلف هيلب اللي هو
الشخص نفسه كيف يدعم حاله. هذا ممكن يكون بشكل كتير طبيعي بأنه هو يعني من غير ما يكون في مساعدة من طرف آخر، اللي هو بأنه يحافظ على الروتين، يحافظ على الاكسرسايز، يحاول يعمل أشياء تبسطه أو بيحبها حتى ولو كان الأمر كتير كتير صعب. يحاول أنه يحافظ على صحته الجسمية قد ما بيقدر بأنه يأكل بشكل منتظم، يأكل على الأقل يعني وجبتين أو ثلاثة باليوم حتى ولو كان كميات قليلة. يحاول أنه يقاوم هالرغبة بالعزلة بحيث أنه يحاول يضل مع الناس اللي، أو قدر الإمكان يضل متواصل مع الناس اللي بيحبها. إذا لاحظتوا أنه كل هالأشياء هاي هي نصائح لزمن الكورونا كمان، فيعني لحتى ما ندخل بالاكتئاب، وهي أشياء كمان بتساعد لما يدخل الواحد بالاكتئاب. فهي أول مرحلة اللي هي self help. المرحلة الثانية إذا واحد طلب مساعدة، يروح على الجي بي مثلا أو طبيب الأسرة ويطلب مساعدة. كثير من الأحيان إذا المشكلة هي إذا الاكتئاب بسيط عنده ما هو شديد، الطبيب ممكن يقول له إنه أعطيه أسبوعين ثلاثة وشوف حالك كيف بتصير، وخذ هالنصائح هي مثل ما حكينا ورجع لعندي. فما بيعمل شيء، الشيء اللي يسموه الواتشفول ويتنج، يعني الانتظار بس المترقب، أو نحن عم نتابع المريض بس ما عم نعمل شيء، عم نستنى عليه. إذا المرض أشد شوي، المودريت للسيفير للشديد، المتوسط للشديد، فبيبلش بنحكي عن علاج متخصص، يعني يا مضادات اكتئاب، وعندنا منهم 30 40 نوع وكلهم بيشبهوا بعض بالتأثير، يا علاج نفسي. العلاج النفسي بنبلش عادة بالشيء اللي اسمه العلاج المعرفي السلوكي، مثل ما حكينا، اللي هو له علاقة بمساعدة الإنسان لأنه يفكر بأفكاره السلبية ويحاول يعيد قولبتها، restructuring يعني للأفكار، بحيث أنه تكون عقلانية أكثر، بحيث أنه تكون متوازنة أكثر. في علاج معرفي سلوكي إذا cognitive behavioral therapy، وبعدين في علاجات تانية اللي هي لها علاقة بدراسة، بأنه تخلي الواحد يشوف تاريخه وماضيه ويحاول يفهم حاله بشكل أفضل ويفهم إنه ليش عم تصير معه نوبات اكتئاب، وشو إلى علاقة بتجاربه الحياتية السابقة ونظرته لنفسه. وهيك هاي أنواع العلاجات اللي بنسميها الإكسبلوراتري، يعني اللي بتستكشف داخلية الإنسان بما في ذلك اللاوعي وغيره وسواه وعلاقاته مع الناس وإلى آخره، اللي هي كثير أحيانا العلاج المعرفي السلوكي ما بيوصل هذا العمق، لأنه العلاج المعرفي السلوكي هو علاج سريع وفعال، وغالبا يعني ما بيدخل بعمق نظرة الإنسان لنفسه واللاوعي تبعه. مثل ما حكينا، ايمت لازم واحد يطلب مساعدة بس بشكل كتير سريع، ايمت لازم واحد يطلب مساعدة في الاكتئاب اذا كانت ما ان الاعراض او المشاعر هي ما نعم تتحسن لفترة اكثر من المعتاد، إذا بلشت تأثر على حياته اليومية بالذات، على علاقاته مع الناس وعلى انتظام حياته، يعني بلش ما يقدر يروح على الشغل مثلا، إذا صار عنده أفكار انتحارية أو فكر أو يعني يخطط للانتحار، فهذا أكيد بحاجة لمساعدة، وغالبا مساعدة من اختصاصي. وبشكل كتير مهم، إذا الناس اللي حواليك عم تقلك إنه في عندك مشكلة، خصوصا إذا الناس اللي بتقدر تثق فيهم، فغالبا في عندك مشكله، غالبا دخلنا بمرحله يعني في شيء على ما يبدو مو طبيعي. ما بالضروره يكون اكتئاب، بس يعني لازم ينبهنا اذا الناس اللي حوالي اللي انا اثق فيها عم في مشكله، فلازم ينبهني انه على ما يبدو في شيء بحاجه لعلاج او لمساعده. طيب، ونلتقي ان شاء الله بالحلقه القادمه، اللي ان شاء الله تكون الاسبوع القادم، راح نحكي عن القلق، ومثل ما شفتوا يعني عم ندخل بأكثر موضوع بنفس الوقت، بس لأنه هي كلها مرتبطة مع بعض، فرح نحكي عن القلق بالجلسة القادمة. وشكرا جزيلا، والله معكم.